الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، محبي رياضتنا العربية الأصيلة، محبي هذا الموروث الشعبي الكبير، أسعد الله مساءكم بكل خير. يتجدد اللقاء بحضراتكم مع انطلاقات هذا المساء في سن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا السابع الذي خصصها للأفكار، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ونذكر للفائز بالمركز الأول، هناك رصدتنا أيضا سيارة. مشاهدينا الأعزاء، نسير في هذا الانطلاق إلى مقدمة هذا الشوط ليتابع المقدمة والمركز الأول. نشرة مع البداية الأولى، محمد بن خليفة بن محمد بن شاهين، المرر من يأتي على مقدمة هذا الشوط وعلى البداية الأولى، بينما النقلة إلى المركز الثاني وصلت المايدية، سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يتواجد في هذه اللحظات، أحد الأسماء القوية يبيل متابعة في هذا الانطلاق المثير والجميل، بينما النقلة إلى المركز الثالث، أتابع القدوم من قبل إدمان، وصلت إدمان حمدان بن سالم بن سليمان الدرعي الذي وصل على ثالث المراكز، بينما النقلة إلى المركز الرابع، أتابع القدوم من قبل مياسة سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي يأتي على المركز الرابع، بينما النقلة إلى خامس، التحديات ليتابع القدوم من الجانب الآخر، وصلت الخطيرة محمد بن خليفة بن شاهين القفلي من يتواجد على المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه هي الأسماء المنطلقة في التحدي، هذه هي في هذه الانطلاقة المثيرة والرائعة، الأسماء المميزة التي نترقب مزيد منها من المفاجآت مع منطقة الإعلام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، وأعود إلى المركز الأول بهذه اللحظات. المايدية مع الصدارة، المايدية مع المركز الأول، هي من تقود هذه الأسماء المميزة المملوكة أيضا، والتابع لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، ها هو العملاق من يتواجد على مقدمة هذا الشوط، ممثل جميرة الدائم في انطلاقاته وتحدياته دائما في كل المحافل. المركز الثاني، أرى القدوم والتغيير اللي جرى وترى في هذه اللحظة، وصلت مكرمة، مكرمة القادمة بكل قوة، غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المركز الأول في هذه اللحظة المملوكة. مشاهدينا الكرام، لسعيد بن قصاب بن مصبح راعي الطيره العامري هو من يتواجد مع الصدارة، أو اللي غيرت مشاهدينا الكرام مياسة سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي مع البداية الأولى. المركز الثاني، أتابع عدمان حمدان بن سالم بن سليمان الدرعي، والمركز الثالث، أتابع القدوم بهذا الانطلاق من مصيحة راشد بن بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري في ثالث المراكز، والمركز الرابع، أرى القدوم بهذا الانطلاق المثير من إسحام مسري بن سالم بالعرضي الحميري، وصلت الأسماء القوية مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق المثير عبر من يتابعنا عبر سيدة القنوات الرياضية الناقلة لهذا الحدث الهام والكبير. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، بدينا ننعطف مع الانعطاف الأخير، مع الكيلو والمتر الأخير. أذكر لمن يريد الذكرى، وأنوه لمن يريد التنويه، الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، أقول حرك يلي بتحرك السيارة بالانتظار، والسويتش يحتار من بين هذه الأسماء القوية والشعارات التي تشهد لها أيضا التواريخ في هذا التحديات الرائعة والجميلة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى الريادة الأولى، ما شاء الله، مياسة 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 مع الصدارة الأولى، مع المركز الأول في هذه اللحظات، سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي، ولكن المتدخلة نوادر مبارك بن حمد بالعود العامري واصل على ثاني المراكز، والمركز الثالث من البرنس وصل في هذه الانطلاقة المثير
بارح الله سلهود قار الله بن محمد بن ثالب بن عقيل المري صاحب الخنجر في هذه الأمسية التراثية. باحث عن السيارة باحث عن السيارة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. ما شاء الله سلهود 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 مع المركز الأول، مع البداية الأولى في هذه اللحظات. قار الله بن محمد بن عقيل سلام شحاني، سلام يا أبناء العنابي على هذا الأداء المتميز. وهذه هي النجمة البيضاء كما قال أبو علي، بداخلها مليون ناموس. سلام يا الشحانية، سلام يا دولة قطر الشقيقة على هذا الأداء المتميز. ليتقدم سلهودة لحظة وصولها إلى خط النهاية، وأعلنت أنها مغادرة بالسيارة إلى دولة قطر الشقيقة. تهانينا والناموس لقار الله بن محمد بن عقيل المري المركز الثاني. من التأكيد مشاهدينا الأعزاء الشاهنية، خالد بن خميس بن صويل الحلامري الهاملي، والمركز الثالث كان من نصيب الشايب العلي بن محمد بن قطامي العامري، والمركز الرابع كان من نصيب ياسر سعود بن عبد الله بن دويس الشامسي، والمركز الخامس كان من نصيب مشاهدينا الكرام الشاهنيه لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تابعنا شوطنا السابع، وقدم سلهوده بهذا الشعار العنابي. قطعت مسافة السباق بزمن وغدره، قطعت مسافة الأربعة كيلومترات مشاهدينا الكرام بزمن وغدره في 6 دقائق و4 ثواني. 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لقال الله بن محمد بن عقيل المري الذي فاز بنقطتين في هذا المساء وذهب إلى الشحانية فرحا باشا. تهانينا والناموس المركز الثاني. من التتويج مشاهدينا الكرام، المركز الثاني الشحانية قاطع مسافة السباق بزمن غدر في 6 دقائق 8 ثواني بالوفاء والتمام. المركز الثالث التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 6 دقائق 8 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشايب علي بن محمد بن قطامي العامري. تهانينا والناموس للجميع.